مرحبا، معكم خالد، واليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الروبيك كيوب وطريقة حله. الروبيك كيوب مكون من 6 ألوان، اللي هو الأبيض، الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأورنج والأزرق، وراح نتعامل معه كلايرز، طبقات، اللي هي الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، 3 طبقات. راح نحل الطبقة الأولى بالأول، بعدين الطبقة الوسطانية الثانية، بعدين الطبقة الثالثة. ففي حركات للعب أو لحل الكيوب، اللي هي أمام، أعلى، أعلى معكوس، يمين، يمين معكوس، يمين معكوس، يمين، أمام معكوس، أمام، أسفل معكوس، أسفل، شمال معكوس، شمال، أو يسار معكوس، يسار. وإحنا بنحل راح أحكي لكم هاي الحركات عشان تتعلموها. فهلا راح نخربطه، وبتمنى من اي حد عنده الروبيك يجيبه ونحله مع بعض. بالاول راح نعتمد اللون الرئيسي اللي بدنا نلعب فيه او نخليه البيسك تبعنا، لانه الالوان البيسك اللي هي الوسطانية ما بتتحرك ابدا. فانا بختار اللون الابيض. اول خطوة بحل الكيوب بدنا نعمل اشارة موجب، بدنا نعمل اشارة موجب. فبنشوف الالوان الجانبية اللي هي احمر ابيض. اوكي، هي احمر ابيض بس اللونين عندنا معكوس، معكوس. فبدنا نعكسهم في خطوات راح نعملها عشان اللي هي أمام، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أمام، أمام. حلت؟ اللي هي أمام، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أمام، أمام. نروح على اللون الثاني اللي هو الأبيض والأزرق، نشوف وين الأبيض والأزرق، كمان نفس الشيء معكوسين، فراح نعملهم بالخطوات اللي حكيناها، اللي هي أمام، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أمام، أمام. وهي انحلت. نروح على الأبيض والأورنج. الأبيض والأورنج موجودين هون، كمان هم معكوسين، اللي هو أمام، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أمام، أمام. بنروح للأخضر، جاهز تمام تمام. هلأ الزوايا، خلصنا من الموجب، هلأ بنروح ننتقل على الزوايا، وهي حركة واحدة مكررة لكل شيء. هلأ بنشوف الأبيض، أورنج، أبيض، أحمر، أخضر. نروح على الأبيض والأخضر والأحمر، وين موجودة؟ هيها موجودة هون، الأبيض والأخضر والأحمر. نعكس لتحت، بنخليها لتحت، وبنخليها أسفل الزاوية، حركة مكررة لكل، اللي هي يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، صارت موجودة. ننتقل للجزء الثاني اللي هو أخضر، أورنج، أبيض. هاي أخضر والأورنج والأبيض، كمان مرة، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أسفل، يمين معكوس، أسفل معكوس. بنضلنا نحرك فيها عبين ما تصير.
تمام. زفتات بنروح على الخطوط الثانية اللي هي الأورنج أزرق والأبيض، هي موجودة يمين معكوس أسفل معكوس. تمام، بنروح على الثانية كمان نفس الشيء نفس الشيء. وهنا خلصنا الجزء الأول من حل الكيوب اللي هو الطبقة الأولى. فهلأ بدنا الطبقة الأولى نخليها البيسك، نقلبها للأسفل ونحل الطبقة الثانية. الطبقة الثانية عبارة بس عن تحريك زوايا وإلها طريقة واحدة فقط لحلها. هلا بنشوف هون الأزرق والأحمر، فبنشوف الأزرق والأحمر وين؟ هيو الأزرق على الأزرق. احنا بنتعامل مع اللون الشمال للون اللي بدنا نحطه هون، فهي أزرق والأحمر. بنعمل فوق فوق يمين فوق معكوس يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس فوق أمام. وهيها تمام التمام. أعيد لكم إياها، فوق يمين فوق معكوس يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس فوق أمام. هلا بنروح على الزاوية الثانية اللي هي الأزرق والأورنج. هاي الأزرق والأورنج نفس الطريقة، فوق يمين فوق معكوس يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس فوق أمام. وهي تمام تمام. بنروح على الأخضر والأورنج. هي الأخضر والأورنج نفس الطريقة اللي هي فوق يمين معكوس يمين فوق معكوس يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس تك. تمام التمام. روح على الأخيرة اللي هي الأحمر والأخضر. الأحمر والأخضر يا سيدي مو متطابقة، فرح نعملها نفس الخطوة مرتين أو ثلاث، اللي هي فوق يمين فوق معكوس يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس فوق أمام. اجت لهون. هلا بدنا نعملها عشان نطلعها لفوق بعدين نعملها صحيحة، اللي هي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هلا صارت هي بالخلف اللي هي هاي، فبنجيبها تمام التمام. نعمل الحركة وبتكون الأخيرة اللي هي فوق يمين فوق معكوس يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس فوق أمام. خلصنا الطبقتين تانيات، فهلأ بنيجي للوسط. هي هون جاهزة تمام التمام معنا، اللي هي موجب أمرات بتكون سالب وبدنا نعملها موجب. فلما تكون سالب لما تكون سالب في خطوة لازم أحكي لكم إياها، عشان إذا ما طلعت موجب ما رح تحلوها. لما تكون سالب اكتبوا على ورقة، اللي هي أمام يمين فوق. هلا هيك مش موجب، فهلا بدنا نحلها أنا وياك موجب. لما ما تطلع موجب في خطوة واحدة بس، حركة واحدة لا تقدروا طلعوها موجب. بتشوفوا وين في لون واحد بالوسط اللي هو الأصفر، وبتلعبوا منه اللي هو أمام يمين فوق
يمين معكوس، أمام معكوس. تمام، لسه موجودة. فبنروح على اللون الوحيد اللي هون اللي هو أمام يمين فوق، أمام يمين فوق، يمين معكوس، فوق معكوس، لسه سالب. هون بنروح على النقطة الأولى، نفس اللي هاي، أمام يمين فوق، يمين معكوس، فوق معكوس، أمام معكوس، اللي هي 1 2 3، 1 2 3. شو صار عنا؟ صار عنا موجب. هلا الخطوة اللي بعد الموجب الألوان اللي موجودة بالوسط مش صحيحة، بنشوف يعني. هلا هون لون راكب، فبنصير نلفها. لا يعني إذا شفنا لونين راكبين بيكون كويس. هي الأزرق والأورنج راكبين، تمام التمام، فبنخليها على إيدنا الشمال وبنعمل يمين فوق فوق، يمين معكوس فوق معكوس، يمين فوق معكوس، يمين. عرفتوها؟ لما بدنا نوحد الآن الوسط هيها، تمام. شو هي؟ يمين فوق، يمين فوق فوق، يمين معكوس فوق معكوس، يمين فوق معكوس، يمين معكوس. فبتوحد الألوان مع الموجب. فهلا ضل عنا آخر شيء اللي هي الزوايا. الزوايا بنشوف الألوان إذا في ألوان صحيحة موقعها أو لا، اللي هي في هون أحمر أصفر أزرق، هون ما في أزرق، إذا هذا لون مش صحيح. هون كمان أخضر، لون مش صحيح. هون ما في أزرق، إذا مش صحيح. هون كمان يعني ولا وحدة صحيحة. شو بنعمل؟ يسار معكوس فوق، يمين فوق معكوس، يسار فوق، يمين معكوس، يسار. بنشوف هلا إذا أي وحدة ركبت. اللي ما لحقني وأنا بعمل، اللي هي يسار معكوس فوق، يمين فوق معكوس، يسار فوق، يمين معكوس، فوق معكوس. فعنا هاي تمام، هاي لا، هاي لا، هاي لا. فبنخلي الزاوية الصحيحة على اليمين لعنا، وبنلعب نفس الخطوات اللي هي يسار معكوس فوق، يمين فوق معكوس، يسار فوق، يمين معكوس. فهيك انحلت عنا الروبيك كاملة، وبتمنى انه توفقت بتوصيل الفكرة لإلكو، وان شاء الله تعملوا سبسكرايب ولايك، واي شي حابين تتعلموا من هاي الشغلات والامور، او اي شي حابين تتعلموا تكتبوا لي بكومنت، وان شاء الله بعد باسبوع بيكون فيديو لتعليم هاي الشغلة اللي حابين انتو تتعلموها موجودة على القناة. وبشكركم.